نروح بقى على مقر جريدة البوابة نيوز مع زميلتنا العزيزة مريم سميح، وهنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع المختلفة. مريم صباح الفل عليكي، وخشي علينا بمانشيتاتك وأخبارك، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وطبعا مصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا يا كريم، يعني النهاردة أغلب عناويننا بطبيعة الحال هتكون عن أولمبياد طوكيو برضو، ولكن خلينا في الأول، يعني العنوان الأول من البوابة سبورت: طوكيو 2020، المنتخب الأولمبي يواجه أستراليا بتشكيل هجومي لحسم التأهل. طبعا النهاردة بيواجه منتخب مصر الأولمبي في تمام الساعة 1 ظهرا منتخب أستراليا، يعني بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب. يمكن أطلاقوا على هذه المباراة مباراة مصيرية من أجل التأهل لربع نهائي بطولة أولمبياد طوكيو. طبعا تعد هذه المباراة هي الأمل الأخير للفراعنة بعد تعثر المنتخب في الجولة الأولى والثانية أمام منتخبي إسبانيا وكمان الأرجنتين. ده طبعا بعد ما يعني المنتخب تعادل سلبيا مع إسبانيا، ثم يعني للأسف اتهزم من منتخب الأرجنتين 1-0 بهدف دون رد، ليصبح رصيد الفراعنة في المجموعة نقطة واحدة. طبعا أضاف تقرير البوابة سبورت أن غريب شدد على تحسين أداء اللاعبين في مباراة اليوم، وأن هذه المباراة سوف تلعب بطريقة أخرى، يعني بخلاف المباراتين الماضيتين، وستظهر فيها قوة لاعبي الفراعنة التي لم تظهر كاملة في المباريات السابقة. وكمان يعني حفز غريب اللاعبين ببذل كل ما يملكون من قوة من أجل الفوز بهذه المباراة، واللي بتعد طاقة أمل لدى الجماهير المصرية. كمان في تقرير البوابة سبورت الحقيقة يعني أن شوقي غريب أيضا رفع شعار لا بديل عن الفوز من أجل التأهل لربع النهائي. كمان في المران الختامي اللي يعني طبعا أقيم أمس، يمكن كان في إصرار من اللاعبين، وده اللي خلى أو أدى أن شوقي غريب يعني الحقيقة أن هو يثني على هذا الإصرار، وكمان على الأداء اللي كان موجود في المران الختامي، وكمان أشاد بالتزامهم خلال هذا المران. كمان يعني شوقي غريب حرص على مشاهدة كل مباريات أستراليا، وكمان شاف إيه هي نقاط أو نقاط الضعف ونقاط القوة، وكمان نقلها للاعبي المنتخب الأولمبي كمان علشان يعني يستغلوا كل الثغرات الموجودة لدى منتخب أستراليا حتى يكون الفوز هو حليفهم إن شاء الله النهاردة. كمان يعني يمكن شوقي غريب ادالهم محاضرة مطولة عن أبرز الأخطاء اللي كمان يعني وقع فيها لاعبين المنتخب الأولمبي في يعني مباراة إسبانيا والأرجنتين حتى يتفادوا الوقوع فيها مرة أخرى. طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا النهاردة. من موقع اليوم السابع، منتخب اليد يفوز على اليابان 33-29 في أولمبياد طوكيو. طبعا نجح منتخب اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو باروندو غارسيا في الفوز على منتخب اليابان صاحب الأرض بنتيجة 33-29 في ثالث مواجهات الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020. طبعا يعني منتخب اليد قدر أنه هو ينهي الشوط الأول لصالحه بالتقدم 18-11 أمام اليابان. وكان حقق منتخب اليد الفوز على البرتغال بنتيجة 37-31 في أولى مواجهاته قبل الخسارة من الدنمارك يعني بطل العالم أول أمس 32-27. وستقام إن شاء الله المباراة الرابعة أمام السويد بعد غد الجمعة الموافق 30 من يوليو الجاري في تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة. طبعا أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين هتقام يوم 1 أغسطس في تمام الساعة 4 صباحا ايضا بتوقيت القاهره. وبيقع طبعا عايزين نفكركم كل مشاهدينا ان منتخب مصر لليد بيقع ضمن المجموعه الثانيه، واللي بتضم منتخبات كل من الدنمارك والسويد البرتغال اليابان والبحرين. من الجمهورية أونلاين، يد الدنمارك تهزم البحرين وتواصل تصدرها مجموعة مصر بأولمبياد طوكيو. اقترب المنتخب الدنماركي لكرة اليد من التأهل لربع نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه على منتخب البحرين في الجولة الثالثة في المجموعة الثانية واللي بتضم مصر أيضا. وتغلب منتخب الدنمارك على البحرين بنتيجة 31-21 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر
شجر الأربعاء ليواصل تصدره مجموعته الثانية برصيد 6 نقاط، وكمان يعني جمعهم من 3 انتصارات على اليابان ومصر وأيضا البحرين. أخيرا من روسيا اليوم أولمبياد طوكيو، بريطانيا تحرز ذهبية التتابع 4 مرات 200 متر سباحة حرة. أحرزت بريطانيا ذهبية التتابع 4 مرات 200 متر سباحة حرة للرجال اليوم الأربعاء ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو. طبعا كانت بريطانيا على بعد 2 فقط من معادلة الرقم العالمي القياسي للولايات المتحدة، يعني يمكن الصامد منذ 2009، وسجلت 6 دقائق و58 ثانية أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد بفارق 3.23 ثانية، وأستراليا بفارق 3.26 ثانية، في محلة الولايات المتحدة 4. وهذا هو أول لقب لبريطانيا في هذا السباق، علما بأنها حلت وصيفة وراء الولايات المتحدة في نسخة ريو دو جانيرو 2016. دي كانت جولتنا الإخبارية النهاردة في كل العناوين المتعلقة بأولمبياد طوكيو الصادرة صباح اليوم الأربعاء من داخل مقر البوابة نيوز. بشكركم جدا، عودة الاستوديو مرة أخرى. وإحنا من داخل الاستوديو بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سبيح، وصباح الفل عليكم.